واكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان الدوله تعمل على بناء شراكات مع المؤسسات الدوليه لتعزيز الابتكار والتنميه المستدامه واضاف مدبولي في قمه ريزابل للشركات الناشئه انه تم انشاء صندوق لرعايه المبتكرين بهدف دعم وتمويل ورعايه الباحثين والمبتكرين في مجال التكنولوجيا أخذت الدولة على عاتقها مسؤولية دعم ورعاية رواد الأعمال والشركات الناشئة في كافة مراحلها وانطلاقا من هذا الدور تسعى الدولة باستمرار في تنفيذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تحقيق طفرة حقيقية لتشجيع وجذب الاستثمارات الموجهة إلى الشركات الناشئة وتزليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات هذا القطاع فضلا عن توفير بيئة ملائمه لرواد الاعمال وملف رياده الاعمال والابتكار لثقتها في اهميته كنشاط اقتصادي له دور محوري في تحقيق الطفرات التنمويه التي يحتاجها اقتصاد مصر